ابتدي بس تدخل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم. ميكسينج هنتكلم عليه، هيبقى باقي لنا بس الماتيريالز في الكونستراكشن دي، هنخليها في ميتنج اخرى نحدد ميعادها زي ما اتفقنا. في الميكسينج احنا بنتكلم على عمليه خلط للمواد الفعاله او للباودرز. من اهم العمليات اللي ممكن تحدث في الصيدله الصناعيه او في صناعه الدواء عموما، مش في صناعه الدواء، حتى في كل حياتنا اليوميه، حتى في المطبخ انت وفي البيت لو مش عامل ميكسينج كويس مش هتاخد، انت مش عامل ميكسينج للسكر مع الميه كويس مش هتشرب كوبايه شاي كويس. لو انت مش عامل ميكسينج في الاقراص و سبوزيتوريز والادويه سسبنشن ايمولشن، كل الكلام ده كله مش عاملين له ميكسنج كويس، للاسف هتطلع دوزيس مختلفه. بمعنى ايه؟ ان انا التابلت نفسه بيتعمل مثلا 10,000 قرص، ال 10,000 قرص دول لو انا مش ضامن توزيع متكافئ للدواء في كل جزء من ال زي مثلا من 100 كيلو جرام اللي انا بعمل فيهم الاكسبيرينس دي او الباودرز دي، للاسف ممكن يطلع قرص عندي الدواء فيه 600 مللي جرام وقرص دواء فيه 300 مللي جرام. طب ازاي اضمن ان الميكسنج بتاعي يبقى افيشنت وقوي؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض خلال الفتره اللي جايه دي. فجنرالي في عندي في الميكسنج في كذا ميكانيزم، لكن في عندي ميكسينج اوف ليكويدز وفي ميكسينج اوف سوليدز. في الميكسينج اوف ليكويدز دي زي الخلاط، يمكن انا الصوره هنا مختصره القصه دي. احنا بنشوف في الخلاط ان بيكون في عندي شافت تحت كده زي سكينه، هي اللي بتخلط، والسكينه دي هي اللي بتلف واللي بنسميها الامبلر، ودي اللي بتخلط. تمام، عندنا احنا في الصناعات الدوائيه بيبقى الامبلر ده من فوق، تمام، في عمود كده زي ما احنا بنشوف شافت، وتحت اللي احنا شايفينه ده عباره عن بدل خلاص او الامبلر زي ما بنقولها، دي هي اللي بتقلب الليكويد عندي. فبالتالي مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نوعيه الوعاء اللي احنا بنستخدمه، الاتساع بتاعه، المسافه ما بين البدل دي او الامبلر اللي احنا شايفينها خلاص وما بين الوول والديامتر بتاع البدل. الحاجات دي يا شباب مهمه جدا 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 في التظبيط بتاعها، ويمكن في عندكم تفاصيل في المذكره، يعني انا مش هتطرق ليها نظرا لضيق الوقت. الامبلرز دي في منها انواع، تمام، زي ما احنا شايفين اشكال مختلفه، هتلاقوها في مذكره، هنعرف اسمائها فقط، مش عايز منكم اكتر من الاسماء بتاعتها والاشكال باختصار، يعني مش عايز تفاصيل اكتر من كده، اي كلام في النص ملوش لازمه بالنسبه لي. بعد كده في عندي السوليد ميكسينج، يمكن السوليد ميكسينج هو الاكثر اهميه بالنسبه لنا خصوصا في عمليه التابلت او التابلت. انا في السوليد ميكسينج عايز اعمل ايديال ميكس. ايديال ميكس هنشوف في الشكل اللي في النص، شايفين التوزيع متكافئ ازاي، لكن هنا سيجريجيتد، يعني سيجريجيتد هنا في حاجات ممكن اوزانها اكتر بتبقى في البوتوم وحاجات اوزانها اخف بتبقى في السيرفس، فبالتالي مفيش توزيع، التوزيع هنا غير متكافئ. هنا برضو راندمايزد، يعني لو خدت التابلت بتاعي كبست التابلت من باودر من المنطقه دي ما فيهوش اي، مثلا لو نعتبر ان ده الاكتيف انجريدينت بتاعي، الجزء ده ما فيهوش اي كميه من الدواء بتاعي، فده برضه جزء سلبي جدا. فبقول لكم الاوت لاينز اللي احنا هنتكلم عليها عشان نذاكرها في الميكسينج. فبالتالي الميكانيزم بتاع الميكسينج ده مهم، وانواع الميكسينج ده مهم. الميكانيزم اول حاجه الكونفكشن، الثاني شيرنج وديفيوزنج ميكسينج. في الكونفكشن من الاسم بتاعه هو عباره عن ايه؟ تقليب. خلاص بنقلب المكونات مع بعض فوق لتحت وتحت لفوق. الشير ده بيبقى عباره عن ان انا بيحصل عندي تكسير في الطبقات بتاعت الباودرز مع بعض. اما ديفيوز ميكسينج ده عباره عن ان ماده بتتخلل ماده اخرى.
دي ببساطه كده الميكانيزمز بتاعت الميكسينج، مش محتاج منها اكتر من كده. ندخل على الايكويبمنتس، وفي جهاز مهم جدا انا هعوزه في الايكويبمنت اللي هو الفي تايب ميكس. لكن في عندي الاجيتيتو ميكسرز والتامبلنج ميكسرز، خلاص دول في السوليدز. الاجيتيتو ميكسرز دي برضه ممكن تتقسم مره ثانيه للكونفنشنال وبلاتينال وبلاتري وهاي شير ميكسينج حسب الميكانيزم. ده الشكل بتاعها، عباره زي ما احنا شايفين كده رودز، شايفين كده خلطات، تمام. بنحط البودر بتاعتي، والبودر اول ما بنلف هذا عامل زي البرميل كده يا شباب. انا هوريكم بعض الفيديوهات للاجهزه، تمام. بتلف، لما بتلف البودرز بتاعتي بيحصل لها يا اما تامبلنج او كونفكشن او تشيرنج ميكانيزمز، وبالتالي نخلط البودره بتاعتي بصوره قويه. بنشوفها في العجانات، عارفين انتوا في بعض انواع العجانات اللي بتبقى في المصانع شبه الموجوده في بعض المطاعم. طبعا هنا بنحط التامبلر نفسه او نفس ريبون اللي بيبقى ليه اشكال مختلفه حسب طبيعه المواد اللي انا بعمل لها عمليه الميكسنج. بنستخدم اشكال مختلفه من الميكسر. هنا زي ما احنا شايفين حتى في الخلاطات حاجه كده عامله زي مضرب البيض، البلندر دي بنعملها في العجائن او في البيستس. كل الكلام ده كله بنستخدمه حسب طبيعه المواد اللي احنا شغالين بيها. ده شكل للاكويبمنت في الميكسر. ده شكل تاني برضو في الميكسر عامل زي الخلاط، بس ادي البدل وليها تو وينجز في الامبلر من تحت. في هنا برضو حاجه بتبقى على الجنب كده عشان تزود عمليه الخلط. انا مهتم بس بالصور هنا علشان نعرف مبدئيا الشكل ايه. ده الديستشارج بعد ما باخد المواد عندي من الميكسر. بعد كده عايزين مع بعض نبص على التامبلنج ميكس، تمام. وده الشكل بتاعه. التامبلنج ميكسر من الاسم بتاعه في عمليه تقليب، خلاص. فهو عباره عن 8 انجل ميكسر، خلاص. يعني ليه 8 زوايا زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 و4 اهم، تمام. وبيلف، بتحصل عمليه تامبلنج تقليب للباودرز بتاعتي. والفيتشرز بتاعته بيعمل يونيفورم ميكسينج، وميكسينج بيبقى سريع فيري شورت تايم. ومن الاجهزه اللي بتستخدم على نطاق واسع عندنا في مجال الصناعات الدوائيه في الوقت الحالي. تاني نوع الدبل كون ميكسر، تمام. وبرده الفكره بتاعته ان هو بيعمل عمليه تقليب، لكن في الداخل فيه بافلز. بافلز دي اللي هي حاجات في الجوانب بتقلب البودره. عارفين الخلاطات بتاعه الاسمنت، لو شفتوها اللي هي العربيات بتاعت خلاطات الاسمنت اللي بتلف دي، بتلاقوا فيها بافلز. بافلز دي اللي هي زي ريشه كده في الجنب مع الوول ثابته، بتقلب المكونات اللي عايزين نعمل لها عمليه الخلط. الفي تايب ميكسر ده من اخطر الانواع اللي احنا بنستخدمها في الصناعات الدوائيه على نطاق واسع، وهوريكم الفيديو بتاعه. برضه ليه سميناه في تايب؟ لان هو ليه شكل حرف الفي، وبيعمل لي اكسلنت افيشنت ميكسنج بصوره قويه جدا جدا جدا. الميكسنج بتاع السيمي سوليدز انا مش عايزه من نيكو، خلاص. انا هكتفي بالثلاث انواع من الميكسرز اللي احنا اخذناهم، لكن هتطرق لحته واحده بس. في حاجه اسمها الفورتكس في الليكويد، في الليكويد ميكسينج اللي هي تكوين الفورتكس، او اللي هي بنسميها الدوامات في الليكويدز. عارفين انتوا لما نحط حاجه في الخلاط كده ونشغل الخلاط، في دوامه في النص بتحصل، دي احنا ما بنحبش ان هي تحصل معانا. هنشوف مع بعض في الكام سلايد في اللي جايين دول من ناحيه ازاي. لكن السيمي سوليد اللي هي في المراهم والكريمات مثلا، بنستخدم اشكال مختلفه لعمليه الميكسنج عن اللي احنا اخذناها ديت.
ستوب الشير هنا و هكون معاكم في الفيديوز الخاصة ب الميكسر، هخليها ممكن بعد نخليها عشان عشان التايم برضو ما نطولش في ناخد الجزئية المهمة اللي اتكلمت عليها في الفولتكس عشان دي مهمة بالنسبة لي جدا جدا جدا. طيب هشير معاكم السكرين عشان الفولتكس دي نتكلم عليها. اتمنى كده السكرين تكون واضحه معاكم. واضحه السكرين كده؟ ابعتوا لي رقم واحد. اوكي طيب هنا بنتكلم في نرجع تاني للليكويد. ليكويد حاجه مهمه برضو بعوزها فينكم في الامتحان هي الفورتكس فورميشن. قلنا في الليكويد احنا لو في عندي امبلر زي الخلاط مثلا وبنلف السوائل بتاعتي في اتجاه واحد ده بنسميه تانجنشال او روتيشنال فلو، يعني ان الليكويد بتاعي بيلف مع الوول بتاع الوعاء الخاص بعمليه الميكسنج زي شفشق الخلاط كده، يعني عمليه تقريبيه. اما الريديال ميكسنج ده ان هو بيكون من المنتصف ناحيه الوول او من الوول للمنتصف، اسمه الريديال ميكسنج. النوع الثاني الثالث الاكزيال ميكسنج اللي هو من فوق لتحت ولتحت لفوق. طبعا في الثلاثة في مقارنة، لو سألتك سؤال انهي واحد مور افيشنت، الاكزيال ده اللي احنا شايفينه ولا الراديال ولا التانجنشال او روتيشنال فلو، يا ريت تبعتوا لي على الشات. السؤال الثاني يا دكتور معلش. السؤال انهي ميكانيزم من دول خلاص او الفلو باترن بتاع الامبلرز دي انا وبخلط السوائل بتاعتي، اني ميكانيزم مور افيشنت، التانجنشال ده اللي مع الول هيخلط افضل ولا الراديال اللي هو من المنتصف ناحيه البدل دي تمام الى الجانب ولا النوع الثالث اللي هو الاكزيال من تحت لفوق وفوق لتحت؟ تفتكروا مين مور افيشنت؟ اكزيال روتيشنال اكزيال طيب اللي كتب اكزيال برافو. اوكي واللي هيكتب برضه راديال برافو. لكن الروتيشنال مشكلته يا شباب ما بيعملش افيشنت ميكسنج. ليه؟ بيلفوا مع بعض. لكن في الاثنين التانيين بصوا كده في واحد رايح واحد جاي. فايه؟ بيختلطوا كويس. في الاكزيال بصوا كده في واحد رايح ورايح جاي. فبيختلطوا كويس. فبالتالي دول افضل ميكانيزمين عشان نعمل عمليه الميكسنج. ولذلك حتى في السوليد ميكسر لما هنشوف الفي تايب والتامبلنج والكلام ده هتلاقوهم ماشيين بالتو ميكانيزمز تول. طيب بندخل على الجزء المهم الفورتكس فورميشن. تكوين الدوامات. الفورتكس دي بتتكون ازاي؟ لما بيكون في عندي روتيشنال فلو في اتجاه واحد تبتدي تحدث دوامه هنا فين؟ في النص.
طيب ايه مشكلتها دي؟ مشكلتها ان هي بتدخل لي هواء، مشكلتها ان الميكسنج ما يحصلش افيشنت، مشاكل كتير جدا هتلاقوهم انا كاتبهم عندكم في المذكره اهم. خلاص طيب نحلها ازاي في السمول تانكس؟ ان احنا بنخلي الشافت بتاعي ناحيه الول او بنحطه بزاويه ميل، ده لو عندي سمول تانك يعني وعاء صغير. في اللارج تانكس بنعمل ايه؟ بنحط حاجه مهمه جدا اسمها البافلز. بافلز اللي هي ايه؟ صدادات. شفتوا الشفشقه كده؟ لما تروحوا الشفشقه كده في البيت عند ماما هتلاقوا، لما تاخد الشفشقه تلاقوا فيه كده ايه؟ ايوه، اربع جوانب في الشفشقه. ليه؟ عشان تمنع حدوث ايوه الفورتكس. تروح لماما كده في البيت ولا ماما شايفه دي عشان تمنع الفورتكس، تمام؟ فدي برضو احد الميكانيزمات اللي احنا بنمنع بيها الفورتكس. في الفيري لارج تانكس بنخلي الشافت شايفين كده في البيز، تمام؟ او بنحط تو امبلانتس زي ما احنا شايفين. يمكن دي مش هتلاقوها عندكم في المذكره، بس دي من ضمن الميكانيزمات اللي بنتغلب بيها على المشاكل بتاعه الفورتكس. اتمنى الفورتكس بمشاكلها بالحلول بتاعتها تكون واضحه بالنسبه لكم. لو واضحه ابعتوا لي رقم 2 على الشات. waiting for you. اوكي. تمام. هنا هوريكم بس للميكانيزم بقى الكونفكشن والتشير والديفيوجن الميكانيزمز. ادي الكونفكشن اهو زي ما احنا شايفين عملية الخلط، الميكانيزم بتاعها بيحصل ازاي، بتخبط الموفمنت بتاعت الجروبز بتاعت البارتكلز من مكان لمكان من خلال الميكشر. نشوف بعد كده هنا بقى ده الشير. بصوا الشير كده تحسوا ان في احتكاك بيحصل، معلش شايفين كده لانز خلاص سلايدنج على بعض، عارفين اللي هو ايه، حاجه كده بتمشي سلايدز فوق بعض طبقات. هنا بقى الديفيوجن ان هو مجموعه ديفيوزد في مجموعه ثانيه. نعرفهم بس كاسماء وكميكانيزمات، لكن دي مهمه. الفاكتورز افكتنج ميكسنج مش هتكلم عليها، هتلاقوها في المذكره وشرحها نفسها، مش محتاجه شرح يعني. خلاص اتكلمنا على السيجريجيشن، ان في مجموعه تبقى هنا سيجريجيتد عشان الدنسيتي بتاعتها او الكثافه بتبقى عاليه. ده الفي شيب ميكسر او بلندر، ده الشكل بتاعه، تمام. اتمنى لو الفيديو ده يشتغل، بس انا مش عايز الفيديوهات هنا عشان ما اطولش. طيب انا هستوب ده شكل برضه ليه تامبل ميكسر. هستوب هنا علشان ما اطولش الريكورد.